اخر احنا كرة لازم بس نفرح. لمتيابة. بس قبل اخر كرة انا عايز يمكن اسال كابتن حسيب سؤال، مين اللعيب اللي حضرتك شايفه من وجهة نظرك فرق في المباراة فنيا، ده اللعيب اللي خلى كفة الزمالك مايلة؟ ويمكن كنا متفقين في الفاصل ان اداء نادي الزمالك في مباراة نهائي كاس مصر كانت اقوى من ادائه في مباراة الدوري لاكثر من عنصر، منهم العنصر الاساسي بالنسبة لي ان كولر لعب قدام نادي الزمالك وقرا شويه جوزيه جوميز، لان اثنين مدربين كبار ولازم نحترم ده. بص انا شايف اكتر من لعيب، مش هقول لعيب واحد يعني، انا شايف ناصر ماهر، شايف عمر جابر من اللعيبه اللي لازم تاخد حقها في منتخب مصر. عمر باك يمين من احسن باكات يمين في مصر دلوقتي، روح العب باك شمال، حاضر بيلعب باك شمال، ادى اداء عالي جدا في المباراه. موتيبا لما نزل عمل اداء ولا اروع يعني، باستثناء سيف الدين الجزيري تدي مين رجل المباراه؟ انا شايف باستثناء سيف يعني ممكن عمر جابر، انا عمر جابر وناصر ماهر. هروح بره الصندوق شويه وهدي حسام عبد المجيد قولا واحدا يعني. شكرا. تطور رهيب يعني، تطور رهيب من حسام عبد المجيد بصراحه. بعد وقت من الاوقات كان في حمله كبيره جدا على حسام عبد المجيد، وعايز اقول حاجه مهمه، حسام امكانياته جيده، ولكن لما بيلاقي دعم نفسي سواء من جماهير نادي اولا والمدير الفني بيفرق معاه. اي لعيبه عنده امكانيات يعني فنيه جيده بياخد دعم فني بيديك جوده فنيه في الملعب. حسام عبد المجيد ابني من اولادي اللي انا دربتهم اربع خمس سنين في 2001. حسام زي ما كابتن احمد بيقول بيتهز نفسيا، فاتمنى دايما من جماهير الزمالك تدعمه، لان حسام خامه كويسه جدا، ملتزم جدا بره الملعب، الراجل في الدفاع 10 على 10 من اللعيبه الكويسه اللي ليها كمان لسه مستقبل. حسام ما شاء الله منتخب اولمبي، منتخب مصر الاول، فحسام ان شاء الله هيبقى يعني 10 سنين قدام لنادي الزمالك باذن الله.